بحضوركم الكريم ونتشرف بحضور الدكاترة أيضا، وأهلا وسهلا بكم. نتوقف دقيقة صمت على الله شوي. وظلت زي الكردي وطوال القرون والعقود السالفة بنوعيه الرجالي والنسائي ثابتة من حيث التصميم والألوان رغم التطور الكبير الذي حصل بمحيطه. الزي القومي الذي يلبسه الأكراد كان يوم من الأيام زيهم اليومي في القرون الماضية، أما الآن فيرتدى في مناسبات فقط، ويتصف بأنه زي المناسبات السعيدة، وذلك لكثرة ألوانه الزاهية وتطريزاته وقماشه الفاخر. نساء الأكراد ولا سيما الشائعة ببريقها ولمعانها وألوانها الصارخة التي تسر الناظر وتستقطب الانتباه حتى من مسافات بعيدة، فالأقمشة المستخدمة فيها مصنوعة وفق مواصفات معينة تجعل الزي الكردي النسوي فريدا من نوعه بين جميع الأزياء الشعبية الأخرى المعروفة لدى شعوب العالم. وفي عرف الأكراد لا بد لكل فتاة وامرأة وشاب ورجل أن يمتلك ولو زيا كرديا واحدا، لأنه يرتبط بالمناسبات وخاصة القومية منها، خصوصا عيد النوروز والذي يصادف 21 من شهر آذار الذي يمثل بها. بك لزنگها قرطبه وك اندامكي دي مكتبه تفغرا خندكارين ديمقراط لزنگه ايرو ما شاهيك چيكر بمناسبه جيلين كردي جيلين كردي ما چلو وك بچرنگي تقاليدي ما وك عاداتي مني اي كردي اي باو كلمه يعني جيلي كردي ما ج خندكاري خني اي زنگه هره چه کسین گوکرمان هبون، عرب هبون، شرکست هبون، مسیحی هبون، مراجواره پیشکش کرد. Yeah.